معكم جميعا اخوتي المشاهدين بهالصوم المبارك. عم نتأمل اليوم بحدث انجيل شفاء المخلع. هالحدث يلي تاريخيا تم اخذوا الانجيلي مرقس وحط فيه هذه الرموز الأساسية لحتى يحول هذا النص من مجرد معجزة حصلت في التاريخ إلى رواية لاهوتية. اليوم نحن بدنا تعلمنا كمعمدين كمؤمنين كيف نحن بدنا نعيش اليوم سنة 2020 هذا الحدث نفسه بعلاقتنا مع الرب يسوع المسيح. وعرف الجموع أن يسوع كان في البيت. أول شيء هالرمزين اللي بيستعملون الإنجيلي مرقس، الجموع والبيت. البيت مثل الزورق بالكتاب المقدس وخاصة بالعهد الجديد هو رمز للكنيسة، وبالتالي هذا الحدث هو حدث كنسي بامتياز. هذا الحدث منه مجرد شيء عمل رحمة عمله يسوع المسيح فقط لحتى يخلص هذا الرجل، إنما هو شفاء عم بيتم من خلال المغفرة بالكنيسة. وهذا الشيء اللي اليوم نحن كمؤمنين عم نعيش سر الصوم ومسيرة الصوم بحاجة إنه نلمس هذه الرحمة لكي ما نصل إلى هذا الشفاء. الجموع يلي كانوا مزدحمين حول البيت هن بالأناجيل الإيزائية وبمرقس، هالجموع هن هالأشخاص الموجودين اللحقين يسوع من دون ما يكون في عندهم معرفة بشخص يسوع. لحقين يسوع لسبب بدهم شفاء أو لسبب بدهم خلاص من الاحتلال الروماني أو لأنه بدهم يشوفوا معجزات أو لأنه لفتهم بطريق التعليم، ومثل ما منشوف بالعهد الجديد إنما ولا واحد منهم وصل أن يلمس يسوع، وصل أن يدخل في هذه الصداقة مع يسوع المسيح. وبالتالي منشوفهم عملوا سد بوجه هذا المخلع وأصدقاء المخلع يلي بدهم يوصل إلى هذه العلاقة، إلى هذه الصداقة مع يسوع المسيح. ما بيقلنا الإنجيل ولا بيقلنا مرقس انه هذا المخلع اجا لحتى ينال الشفاء. بيقول حملوه اصدقائه، هذه هي ايضا هذا الرمز الكنسي. نحن بحاجه لبعضنا. الصوم يلي احنا عم نعيشه اليوم هو ليس فقط صوم شخصي، هو صوم كنسي. عم نحمل بعضنا البعض وعم نحمل امراض بعضنا البعض ومصاعب بعضنا البعض، عم نحمل بعضنا امام يسوع المسيح لكي ما ننال جميعا هذا الشفاء اللي نحن بحاجه له. هالاشخاص قدروا يتخطوا هذا السد يلي هو الجموع، قدروا يدخلوا في هذه العلاقة الشخصية مع يسوع المسيح، لقوا الطريقة. هالأشخاص اللي حاملين صديق يلي حاملين هذا المؤمن أمام يسوع المسيح هني اليوم بدون يكونوا لإلنا هذا الرمز أن نتحول نحن أيضا إلى حاملين جراح وألام بعضنا البعض لكيما نقود بعضنا إلى هذا الخلاص بيسوع المسيح. هذا المؤمن وصل قدام يسوع المسيح، يسوع عطاه الرحمة، يسوع عطاه المغفرة، يسوع قال له مغفورة لك خطاياك. لم يعطي مباشرة الشفاء، أعطى الأساس يلي نحن بحاجة له كلنا سوا بهذا الصوم. نحن بحاجة أن نعرف أن الله يحبنا، أنه الله بيشوف دايما هذا الجمال الأساسي اللي خلقه فينا وبده يرجع يعطينا بداية جديدة ومتجددة معه. رغم عنادنا، رغم قساوة قلبنا، رغم تشبثنا بالخطية، الله بضل ناطرنا لحتى يعطينا الرحمة. وما الشفاء إلا هذه العلامة الحسية والجسدية لهذه المغفرة ولحب الله لشعبه ولكل واحد منا. منشان هيك الشفاء صار هذه العلامة أمام هؤلاء الجموع، أن الرب رحوم، أن الرب يريد أن يحيا الإنسان، أن الرب يريد حياة الخاطئ لا يريد موت الخاطئ. والرمز الأجمل في هذا النص كان أن هذا السرير يلي هو كان علامة ألم ويأس تحول إلى علامة رجاء. تحول أن حمل هذا المتألم وأعلن أمام الجميع أن الله يخلص. صلاتنا أن تكون هذا الصوم هي مسيرة دخول في رحمة الله وقبول رحمة الله، لنتعرف دوما إلى وجه الرب الرحوم، ولحتى نكون مثل هالأربع أصدقاء حاملين إخوتنا اللي بحاجة إلى أن يلمسوا يسوع المسيح، نحملهم إلى يسوع لكي ما ينالهم أيضا الرحمة والشفاء.